السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج مستشارك القانوني. اتعودنا في كل حلقة من حلقات مستشارك القانوني نحن نتناول أحد القضايا الهامة في القانون المصري، وبنتكلم عن هذا القانون وبنتكلم عن أبعاد هذا القانون وبنتكلم على كل ما يخص المواطن المصري وعلاقته بالقانون المصري. في حلقة النهاردة أعزائي المشاهدين بيشرفني أن يكون معايا ضيفي المستشار مؤمن العقيلي، المستشار والمحامي بالنقد، عشان نتحدث معاه في حاجات كثيرة جدا في القانون، وخاصة الحاجات التي تخص المواطن في التحقيق مع المواطن، في الإجراءات المحاكمة للمواطن. كل الحاجات دي مهمة جدا. المواطن بيبقى مش عارف رايح القسم يعمل ايه او رايح النيابة يعمل ايه، بيبقى واقف محتاس زي ما بنقول بالبلدي كده، ولكن كل اعتماده بيكون على المحامي اللي معاه، لكن هو ما بيبقاش على دراية بأي حاجة بأي نوع من أنواع القانون ولا الإجراءات ولا ايه اللي هيتم معاه. هنا في هذه الحلقة هنحاول نبسط لك كل حاجة، ونحاول نقول لك لو رحت النيابة تعمل ايه، إجراءات المحاكمة بتاعتك هتكون إزاي، التحقيق هيتم معاك إزاي. كل الحاجات دي مهمة لازم تكون متابعها. هيكون معانا مستشار مؤمن العقيلي عشان يورينا كل الحاجات دي بإجراءات بسيطة جدا وبكلام مبسط يفهمه السيد المشاهد. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيدي. كل سنة حضرتك طيب. طيب حبيبي. سيادة المستشار مؤمن، المواطن ساعات بيبقى واقف زي ما بنقول كده مش عارف يروح فين ولا يجي منين، وبيبقى واقف لو المحامي بتاعه اتأخر 5 دقايق بيحس ان القيامة قامت خلاص، بيحس انه ضاع مش عارف يعمل ايه. ولكن ده بنقول ان هو برضو مش على علم ولا على دراية بالقانون ولا على معرفة بالإجراءات التي يتم التعامل معاه فيها، وده بيرجع لقاعدة فقهية أو قاعدة قانونية هي عدم جواز الاعتذار بجهل القانون. نعم. وعدم جواز الاعتذار بجهل القانون يعني ما تقولش أنا أصلا ما أعرفش، أصلا أنا ما خدتش بالي، أصلا أنا ما أعرفش ده القانون ده موجود ولا مش موجود. عدم جواز الاعتذار بجهل القانون دي قاعدة مهمة جدا في قانوننا المصري، بتدل على أن يجب على كل مواطن أنه يكون على علم ودراية بأبسط الإجراءات القانونية. في حلقتنا النهاردة هنحاول نتكلم عن الحاجات اللي هي بتهم المواطن، بتصب في مصلحة المواطن. إزاي النهاردة المواطن لما بيجيله يعني استدعى من النيابة، ودي أول حاجة بتجيله، بيجيله جواب على البيت بمحضر بيقول له في استدعى ليك من النيابة، اول حاجه بيعملها ان هو ما بيبصش للجواب ده، بيبتدي يفكر ان هو يروح لمحامي عشان يقرا له اللي فيه، ما بيكلفش خاطره ويقرا الاستدعاء ده جاي ليه او بسببه ايه، لا هو خلاص بيتشل تفكيره وكل حاجه ان هو هيروح النيابه هيعمل ايه، لو رحت النيابه هيمسكوني، وبيبتدي يدور على المحامي. ده اللي بيحصل في حياتنا العمليه مع كل المواطنين. طب النهارده عايزين نقول نبسطها كده، لو واحد جاله استدعاء من النيابه أول حاجة يعملها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا قبل ما نتكلم في استدعاء النيابة فضل. نرجع لقبل النيابة، هو قسم الشرطة. تمام. أي وقعة أو أي بلاغ قسم الشرطة اللي في دايرته الوقعة أو البلاغ هو المختص إنك تروح تعمل محضر فيه، يحرر محضر. تمام. يبقى تحرير محضر ببلاغ أو بشكوى من أي شخص ضد أي شخص أو ضد أشخاص، بنبدأ من قسم الشرطة. لأن القانون بيقول إن قسم الشرطة هي جهة تلقي بلاغات. محضر الشرطة هو ما يسمى محضر جمع استدلالات، دي ألفاظ قانونية إحنا نعلمها أكيد. بلاغ المواطن لما بيخش قسم الشرطة، وأنا عايز أقف هنا شوية وأشرح، لأن بتقابلني في الحياة العملية إن مواطن يقول لك أنا رحت أعمل محضر، فقام السادة الضباط أو الأمناء أو اللي موجودين في قسم الشرطة ناقشوا ويقولوا له طيب فين ما يفيد كلامك، فين ما يفيد بلاغك، طب معاك ورق بتاع الموضوع اللي أنت بتقول عليه ولا لأ. النقطة دي مهمة جدا يا أستاذ هاني. اللي أنا عايز أقوله، اللي أنا قلته دلوقتي، أن قسم الشرطة هو جهة تلقي بلاغات. يعني أنا لو ماشي كده في الشارع ولقيت قسم شرطة، من حقي كمواطن أخش أعمل بلاغ اللي أنا شايفه. قسم الشرطة والعاملين فيه ليس جهة تحقيق عشان تقول البلاغ اللي أنا ببلغ بيه دوت أو الشكوى اللي أنا بقولها دي صحيحة ولا مش صحيحة، عشان يتحقق من صحة الشكوى أم لا. بالظبط. ولكن بيخش المواطن بيقول مثلا، بيبلغ ضابط النبطشية أو اللي في القسم، أنا عايز أعمل بلاغ
بواقعة الفلانية أو ضد فلان الفلاني، فالبعض من الموجودين في القسم يقول له طب أنت يبتدي يناقشه عشان إيه؟ يقول له فين دليلك فين؟ أيوه. أنت مش مختص بهذا. أيوه. أنت كضابط شرطة أو كأمين شرطة في القسم أنت تعمل المحضر للمواطن جاي يقول عليه بس. أيوه. بعد ما يتعمل المحضر ده المرحلة التانية اللي أنت حضرتك تفضلت وبدأت بيها وهي النيابة. لما بيتعمل المحضر بالبلاغ أيا كان هذا البلاغ، البلاغ بيروح بعد كده للنيابة كسلطة تحقيق عشان تتولى أمر هذا البلاغ وتحقق في شكوى المواطن أو في بلاغ المواطن. النيابة بتشوف هذا البلاغ وتطلع عليه، هل ما أبلغ به المواطن يشكل جريمة في القانون ولا لا؟ بتشوف الأول هل اللي قاله المواطن ده، أي كلام اللي قاله المواطن، الشكوى اللي قالها المواطن، البلاغ اللي قاله المواطن، هو كرجل نيابة كسلطة التحقيق يعلم إمتى البلاغ يشكل جريمة وإمتى لا يشكل جريمة. فلو لقى البلاغ اللي أبلغ به هذا المواطن أو الشكوى اللي قالها هذا المواطن بتشكل جريمة مجرمة في القانون، سواء كانت هذه الجريمة جنحة أو مخالفة أو جناية، هنا النيابة بتقوم بدورها في كسلطة التحقيق إنها تحقق في هذا البلاغ. بتشوف من المشكو في حقي وبتبعت له. ربما النيابة كمان هنا كسلطة التحقيق بتدي قرارات من أجل مباشرة التحقيق في هذا البلاغ أو هذا المحضر، زي على سبيل المثال ما بتطلب النيابة مثلا تحريات مباحث حول الواقعة اللي أبلغ بها هذا المواطن أو الشكوى اللي قالها هذا المواطن، عشان التحريات دي كقرينة في الورق تقدر توصل وتقول إن كان بلاغ هذا المواطن أو شكواه جدية ولا مش جدية، ولا ربما يكون بلاغ كيدي. من ضمن إجراءات التحقيق تحريات المباحث، من ضمن إجراءات التحقيق إن أبعت للمشكو في حق النيابة كسلطة التحقيق عشان أسأله في الشكوى المقدمة ضده أو في البلاغ المقدم ضده، وتتولى النيابة إجراءات التحقيق في هذه الشكوى. ونشوف النيابة في نهاية هذا التحقيق بتكيف الواقعة قانونيا، كيف البلاغ قانونيا، وتشوف هل هذا البلاغ أو هذه الشكوى تشكل جريمة ولا لا. لو جريمة طب هل هذه الجريمة مخالفة ولا جنحة ولا جناية؟ تمام. إذن فالبداية هو الإبلاغ عن أي واقعة أو أي شكوى. تمام. ربما مثلا البلاغ اللي هو محضر الشرطة اللي احنا بنقول عليه ما يكونش مجرد بلاغ من المواطن، زي مثلا واقعة تشكل جناية، مثلا واقعة تشكل جناية، يعني على سبيل المثال واقعة جريمة قتل ولم يبلغ أحد، احنا مش هنستنى حد يروح يبلغ. أي. ولكن الشرطة هنا اكتشفت وقوع هذه الجريمة فبيحرر برضو محضر بهذه الواقعة. إذن البداية اللي أنا عايز أقول لك عليها، البداية في أي إجراءات قانونية هي محضر الشرطة، الاستدلالات، محضر الشرطة اللي بيسموه محضر جمع الاستدلالات، يعني المعلومات. المحضر ده لما بيروح للنيابة العامة بتتولى التحقيق فيه وتكيف الواقعة عامة إذا كانت هذه الواقعة بتشكل جريمة ولا لا تشكل جريمة. طب لو كانت لا تشكل جريمة، بعد ما النيابة نظرت المحضر وشافته وحققت فيه، ممكن تدي أمر بحفظ الأوراق، ويبقى الحفظ مؤقت على فكرة. أيوه. لحين ظهور أدلة. أدل. يعني ممكن مش معنى أن المحضر اتحفظ أنه هو مش ممكن يرجع من الحفظ. وارد أنه يرجع. من الحفظ لو ظهرت أدلة أخرى تدعم البلاغ اللي أبلغ به هذا المواطن. فالبداية هي محضر الشرطة، ومحضر الشرطة في النيابة كسلطة التحقيق بتتولى التحقيق. طيب هروح لنقطة مهمة جدا لحضرتك أثرتها، وهي محضر الشرطة. في محاضر الشرطة كثير جدا من الجرائم بيتخذها المحامي ثغرة من محضر الشرطة لإفلات المتهم من العقاب. لا بص أنا أقول لحضرتك، طب كمل سؤالك. يعني هو يعني مثلا عربية خبطت مواطن وأصيب وقتل في الطريق، بيجي الناس يقولوا مثلا محضر الشرطة كانت عربية لونها كذا ونمرها كذا، ممكن يغفل محضر الشرطة كتابة العربية ونمرة العربية، هنا ضاع حق ورثة المتوفى في إن هم ياخدوا حقوقهم من هذا الذي قام بفعل القتل الغير مقصود طبعا، وقتل هذا الرجل في الشارع وجري وسابه ومشي. إذا محضر الشرطة زي ما حضرتك بتقول هو مهم جدا في إن تكون كل كلمة في محضر الشرطة مطابقة للواقع ومطابقة للحقيقة. تمام. محضر الشرطة ربما يكون غير كافي في بياناته لإثبات البلاغ أو إثبات الواقع. تمام. في حاجة اسمها استيفاء.
المحضر ده ممكن تعمل له ملحق بالمعلومات اللي انت عرفتها. ممكن لما اروح النيابه تروح تشوف هذا المحضر هتحقق في النيابه الفلانيه، انت تشوف مين السيد وكيل النيابه اللي حقق في هذا المحضر، تدخل له بطلب وتقول له انا عايز اضيف اقوال، اضيف مستندات، اعدل في بيان ما. احنا بنفتح كده. ايوه طبعا. انا بقول لحضرتك الناس عشان برضو تبقى عارفه ان انا برد على مقوله حضرتك ايه، ان محضر الشرطه ليس كل ما سطر فيه هو خلاص كده امين. أيوة. لا، هو بداية، التعديل فيه هو بداية. أيوة. وارد اعدل فيه باضافة بيانات، باضافة مستندات، بتدعيم للبلاغ، باضافة شهود. سواء كان هذا الكلام في قسم الشرطة اذا لم يكن المحضر قد تم تحويله للنيابة، او في النيابة نفسها. انا ممكن اروح ورا المحضر النيابة بطلب واروح هناك وفي ادلة جديدة. انا كان معايا الاستاذ المحامي بتاعي، هو عارف بيتعامل ازاي وازاي يضيف اقوال وازاي دعم البلاغ اللي انا بداته في محضر الشرطه. واذا كنت هضيف بيانات زي في واقعه حادث السياره اللي حضرتك بتقول عليه ده، أي. ربما يتم المحضر والابلاغ بيه ومفيش بيانات لمرتكب الحادث، أي. ولا رقم العربيه ولا ارتكب الحادث ازاي. طب انا تحصلت على هذه البيانات بعد كده، أي. من حقي ان انا اروح استكمل هذا المحضر في النيابه ان كان راح النيابه، او ان انا في اسم الشرطه اعمل ملحق لهذا المحضر واضيف البيانات. تمام. لكن لو بنتكلم بقى على ثغرات، حضرتك بتقول ثغرات وكلمه ثغرات. أيوة. وده الشائع والناس دايما بتتكلم تقول ثغرات. أيوة. هي مش ثغرات قد ما هو ايه، الرجل القانون او المحامي بصفه خاصه لما بيشتغل في قضيه هو تحت ايده الاجراءات الجنائيه. احنا بنتكلم على جنائي دلوقتي. أيوة. عن قانون جنائي. أيوة. وتحت ايده قانون العقوبات. وان كان هو بما له من خبره في مجال القانون هو بيدرس الاوراق القضية، وبيشوف أولا مدى توافق أوراق هذه القضية مع القانون من عدمه. أي. إحنا بنسميها مجازا كده ثغرة أو ثغرات. لا، مش ثغرات. طب ربما يكون مثلا مأمور الضبط القضائي مثلا الضابط خالف القانون مثلا لعدم درايته بالإجراءات الجنائية تماما أو عمل تجاوز في ارتكاب القانون. ما دور القانوني هنا والمحامي يضبط هذا المخالفة ويبرزها أمام القضاء أو أمام سلطة التحقيق. فهي مش ثغرات قد ما هي أنا بشوف القضية دي طالما أنا هشتغل فيها كمحام أو كرجل قانون، القضية دي فعلا فيها ما يخالف نصوص القانون وما يخالف ما نص عليه القانون ولا لا. أنا بتكلم في نقطة ما يحرر المحضر. من يحرر المحضر؟ من يحرر المحضر. نعم. اللي بيقوم بتحرير المحضر لازم يكون ان هو ما يسيبش حاجه ولو بسيطه، زي نمره العربيه مثلا لازم يتحرى عنها. تمام. لازم يكتب ان في عربيه كذا كذا ويستدل بالشهود اللي واقفين كانوا في الواقعه، اللي كانوا واقفين في هذا المكان اللي تمت فيه الحادثه. ما يتغافلش عن الحاجات ديت، لان الحاجات دي ممكن بيكون فيها مصير ارواح ناس. لا، انا هقول لحضرتك بالامانه يعني من خلال الحياه العمليه اللي موجودين في اقسام الشرطه سواء كان ضباط او امناء شرطه بيحرروا المحاضر هم متمرسين في كثير من المحاضر. أكيد، اكيد. انت كمواطن لما تخش قسم الشرطه تبلغ عن اي بلاغ او تقول اي وقعه هو عارف صياغه المحضر، عارف صياغه المحضر اكيد، وعارف ازاي يسطر لك بلاغك بالمعلومات اللي انت رايح له بيها. هو مش هضيف من عنده. هو زي ما انت بتجيله ببلاغك هو بيسطره في شكل القانوني للمحضر الشرطه اللي بنسميه زي ما قلت لحضرتك محضر جمع استدلالات. وبعد كده على فكره برضو محضر الشرطه ده هو مختصر البلاغ. ايوه. لكن تفاصيل البلاغ وتفاصيل التفاصيل تتولاه النيابه كسلطه التحقيق لما يحلها البلاغ. ايوه. هي بقى اللي ممكن تفتح يعني. يعني مثلا اديك على سبيل المثال في محضر الشرطه انا بقول بلاغ الفلاني وعندي شهود زيد من الناس وزيد من الناس. خلاص انا ثبتتهم في محضر الشرطه. لما اروح المحضر النيابه انا من حقي ممكن اخد اللي انا ذكرتهم في المحضر اخلي النيابه تسمعهم كاقوال وتحقيقات. انا ذكرتهم لكن اقوالهم مش في صلب المحضر. أيوة. ممكن يكون اقوالهم برضو كشهود في المحضر ولكن اختصارا لكن تفسيرا في النيابه. في النيابه كسلطه التحقيق. وزي ما بقول لحضرتك النيابه لما بتتولى التحقيق في البلاغ هي بتقدر تشوف هذا البلاغ يشكل جريمه ولا يشكل جريمه، تحفظ المحضر ولا تفتح اجراءات تحقيق فيه وصورا للحقيقه، وبالتالي بتاخد اجراءاتها وبتباشر كل تمام. هناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. استاذ حسن من البحيره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طب اقف في حته بس فيها شبكه والتواصل معانا. اتفضل يا فندم. سؤال حضرتك. معاك يا استاذ حسن. طيب اتصل بينا تاني ان شاء الله واحنا معاك. سياده المستشار مؤمن في نقطه مهمه جدا النهارده. انا تقدمت ببلاغ
والبلاغ بتاعي وصل للنيابة. تمام. وهذا البلاغ حسيت انه هيشكل جريمة او حصل يعني من وراء في جريمة وانا خفت فحبيت ان انا اسحب البلاغ. هنا يجوز لي سحب البلاغ ولا هنا النيابة بتتدخل كنيابة عامة تنوب عن الشعب في ان هي بتتدخل وتقتحم هذا المحضر في انها بتكشف وما وراء هذا البلاغ؟ انا كصاحب البلاغ حبيت اسحبه. النيابة بتبقى دورها ايه معايا يعني؟ بص حضرتك هنا ده بيتوقف على نوعية هذا البلاغ او شكل هذا البلاغ، لان القانون هنا فرق بين قضايا يجوز التنازل عنها او بلاغات يجوز التنازل عنها، وفي جرائم لما تبلغ بها ما ينفعش التنازل بتاعك فيها ولا يفيد انك تتنازل عنها. يعني على سبيل المثال انت لما تعمل بلاغ عن جناية ايا كانت هذه الجناية، يعني انت بتعمل بلاغ عن جناية مثلا قتل او وقعة سرقة بالإكراه، دي جناية في القانون، او وقعة اتجار في مخدرات، دي جناية في القانون. البلاغ اللي انت بلغته ده هو يشكل جناية. لو حققت النيابة هذا البلاغ انت ممكن بعد كده تتراجع فيه وتثبت تنازلك، ولكن هذا مطروق تقديره بقى والأخذ بيه من عدمه للنيابة كسلطة تحقيق حسب بقى سير التحقيقات. في بعض القضايا مجرد التنازل فيها ينهيها تماما، زي في واقعة الضرب مثلا، الاعتداء بالضرب البسيط والجرح، قضايا الشيك، قضايا إيصالات الأمانة، لما أبلغ عن واقعة شيك بدون رصيد وعمل محضر شرطة بشيك بالرصيد من حق انك تنازل في اي وقت، سواء المحضر ده في قسم الشرطة اعمل له ملحق بالتنازل او لو راح النيابة تنازل في النيابة، او لو نزل جلسة في المحكمة من حقي احضر واتنازل، خصوصا في وكمان في واقعة ايصال الامانة. يعني الشيك او ايصال الامانة او الضرب هما بيشكلوا في القانون جنح. ايوه الشيك جنحة نصب، ايصال الامانة جنحة خيانة امانة، والضرب هي وقع التعدي بالضرب واعتداء. أيوة. وإصابة واعتداء من آخرين وإحداث إصابة بسيطة. أيوة. القضايا اللي زي دي يجوز التنازل فيها، يجوز التنازل من المبلغ اللي هو الشاكي اللي قدم هذه الدعوة. والتنازل ده زي ما بقول لحضرتك ممكن يكون قبل ما المحضر يروح النيابة، أو لو راح النيابة، أو إذا نزل جلسة وتم محاكمة المتهم يجوز تنازل. طيب هنروح للاتصال ونرجع لحضرتك تاني. أستاذة دوابة من أسوان. دوابة من أسوان، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. على فكرة أنا محامية بس عايزة أسأل برضو عن محضر الأستاذ، يعني أستاذنا برضو ما نسأله حضرتك. تفضل يا فندم. دلوقتي حضرتك أنا بتعرض لتنمر إلكتروني من مجموعة إرهابيين محرضين، عيل صايع يعني عامل صفحة كده، والتشهير والتشنيع بالكذب، والواد ده يعني مسنود بأمه وصاحب الجمعية وفيها عداء شخصي معاها. تمام. حضرتك يعني الست دي مشجع ولدها على التشهير والتشنيع، مع ان انا سبتهم من 10 سنين بس مش متراجعين حضرتك، وخصوصا بعد انا ما اشتكيتهم كمان في امن الدوله مجموعه ارهابيه كانوا بيعلمونا القران عندهم، للاسف يعني هم اساسا اشخاص غير سويين. طيب حضرتك سلاح التشهير والتشنيع ده اساسي عند الاخوان المسلمين يعني. طيب حضرتك التنمر ده او الاعتداء عليكي لفظيا وقصف وسب وتنمر من خلال مواقع التواصل مش كده؟ نعم. انا عرفت ان فيها دلوقتي القوانين اصبحت مشدده. أيوة. في الموضوع ده يعني من خلال ايه مثلا في مواقع التواصل؟ طيب اكيد الشبكه يعني من خلال هي بتتكلم على جريمه الكترونيه في ظل قانون الجرائم الالكترونيه او قانون اللي هو تقنيه المعلومات. أيوة. القانون ده طبعا صدر حديثا وبيعمل بيه وعقوباته رادعه جدا وموجود على ارض الواقع. هيبدا ببلاغ وإن كانت هي بتقول المحامية يعني تعلم هذا الكلام، بس بلاغ بقى في الجهة المختصة اللي هي مباحث النت. الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات مباحث النت تتوجه إليها في أسوان، هي من أسوان أظن. أيوة. بتروح هناك تعمل البلاغ، هتقابل أحد السارة الضباط المختصين. مجرد ما تعمل البلاغ بتاعها هو بيبحث وبيفحص الوسيلة اللي هم تنمروا من خلالها. أيوة. بيها سواء فيس أو بيفتح الجهاز وبيشوف الألفاظ وبيثبت هذا الكلام في محضر رسمي، وهذا المحضر بيتولاه مباحث النت حاجة اسمها الفحص، بيفحصوا ويشوفوا صدر من مين ومن فين ومن المسؤول عن الرقم اللي أصدر هذا التنمر أو هذا التعدي. وبعد كده الإجراءات القانونية اللي احنا لسه بنتكلم فيها، هذا المحضر بيروح للنيابة العامة تتولى التحقيق فيه
عشان تشوفه يشكل جريمه ولا لا، وتبعت المشكوك في حقه وتباشر النيابه اجراءات التحقيق، انتهاء الى ان لو ثبت في حق المتهم اللي ارتكب هذه الجرائم النيابه ممكن تحيله للمحاكمه الجنائيه وتنزله متهم بمواد عقاب تبقى القانون ويطبق على القانون. تمام. هنروح لموضوعنا تاني ونرجع لموضوعنا. وقبل ما نروح لموضوعنا هناخد اتصال ونرجع لحضرتك. اتفضل. اتصالات تواصلت معانا ونرجع لحضرتك. استاذ نصر من اسكندريه، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك وعلى سعاده المستشار. اهلا بيك. خليك يا فندم. الله يخليك. ورجاء انا كان ليا بس طلب عن سعاده المستشار. انا حضرتك انا من اسكندريه وكنت عامل عمليه في المنصوره، تمام، والدكتور جراحه عمل اهمال طبي، كنت عامل عمليه في رجلي فعمل لي اهمال طبي يعتبر شل رجلي، حركه رجلي كلها. انا كنت رايح له يعني كنت ماشي على رجلي فشل حركه رجلي خالص وبوظ لي رجلي، فعملت له طبعا قعدت اتكلم معاه عشان يعالجني ما رضاش. رحت سعادتك عملت له محضر في اسم الشرطه وطلعوني على النيابه. سعادتك سعادة الباشا وكيل النيابه اخذ اقوالي وقال لي هنرد عليك. قال لي دلوقتي اسبوعين، فانا مش مقوم محامي وما اعرفش اي حاجه وانا من اسكندريه وانا ما بقدرش اروح ولا اجي، يعني انا تعبان. هقولك. انا 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 فرشك فراش يعني قاعد ما بتحركش. طب الموضوع ده من امتى؟ بقاله قد ايه؟ اللي هو موضوع الواقعه دي بقالها قد ايه؟ الواقعه اللي هو اللي محضرك اللي انت عملته اسبوعين. العمليه سعادتك محضرك انت عملت محضرك من امتى؟ المحضر انا عامله من الاثنين اللي قبل اللي فات، مش الاثنين اللي عدى ده اللي قبله. هنجاوبك. حاضر يا استاذ نصر. حاضر يا فندم. حاضر، والف سلامه على حضرتك. الف سلامه عليك. هنجاوبك حضرتك. سيادة المستشار برضو ده الإهمال الطبي بقى، يعني هو تقدم بمحضر لقسم الشرطة وبعد كده النيابة راح أدلى بأقواله هناك، ولغاية دلوقتي بيقول أنا لغاية دلوقتي بقى لي أسبوعين ولسه مفيش حد رد عليه. هناخد المحضر بتاع الأستاذ ناصر ده نموذج هو بالقيس عليه. هو بدأ ببلاغ قال في إيه؟ إن أنا عملت عملية في الحتة الفلانية والدكتور الفلاني عمل العملية وتسبب خطأ طبي أو أيا كان الكلام ده بلاغ هو عمله. البلاغ ده مصيره راح فين؟ النيابة لما لقت لما لقت ان البلاغ يشكل جريمة اهمال طبي جسيم ان ثبتت، لسه احنا في بداية، لكن ما ابلغ به يشكل ايه؟ جريمة. فتح التحقيق. بداية هذا التحقيق ان حققت مع المبلغ صاحب الشكوى عشان تاخد منه تفاصيل اكتر عن بلاغه. النيابة دلوقتي بتحقق، هتبعت للمشكوك في حقه، هيبقى فيه تحريات تستدعيه. طبعا. على فكرة قضايا الإهمال الطبي بالنسبة للدكاترة النيابة مش جهة فنية. من ضمن إجراءات التحقيق اللي بتاخدها النيابة في القضايا اللي زي دي عرض على خبير، بتشكل لجنة أو تعرض على خبير عشان يقول يكشف المجني عليه ده أو الشاكي الأستاذ ناصر ده هيكشف، اللجنة دي تكشف عليه أو تتعرض عليه أو دكتور بأمر من النيابة. اللجنة دي بتكون من الكوميسيون الطبي تقريبا ولا أيوه بيبقى كوميسيون طبي أو لجنة أيا كان، المهم جهة فنية ليها مختصة. وبعد كده لما بتعمل تقرير هذه الجهة الفنية بتستدعى للنيابة عشان تناقشها النيابة في هذا التقرير. يعني لا يكفي انها تودع تقرير بإصابة فلان، لا بيروح قدام النيابة ليه وازاي ويتناقشوا في هذا التقرير الفني. التقرير الفني ده من خلاله هنقدر نعرف هل هناك اهمال، اما اذا كان الدكتور اللي اجرى العملية ده اهمل طبيا بعدم احترازه ورعونته في احداث إصابة الشاكي او المجني عليه ولا راعي الاصول الطبيه. تمام. خد بال حضرتك لو ثبت في حق هذا الطبيب ان في خطا طبي جسيم منه تسبب في العاهه او العجز او ايا كان او الاصابه اللي لحقت بالشاكي دي، طبعا دي بتكيف في القانون جنحه اهمال طبي وعقوبتها الحبس في القانون. فلو بعد تحقيقات النيابه ما تجرى في الواقعه دي هنقدر نعرف ان كان الدكتور اللي اجرى هذه العمليه اهمل طبيا وبالتالي وقع تحت طائله القانون في جريمه اهمال طبي. تمام. فانا بقول له اسبوعين لسه شويه الاجراءات شغاله. تمام. طب هناخد عمر من القاهره ونرجع لحضرتك. استاذ عمر من القاهره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش يا استاذ انا كان ليا استفسار لحضرتك. انا ساكن في بيت اخويا بقالي 30 سنه وهو كان بيديني وصل ايجار وبعد كده بطل يديني وصل الايجار ده بقاله فتره يعني، بس انا منتظر بدون الايجار عادي.
يعني انت قاعد في بيت اخوك وبتاخد وصل ايجار وبطل يديك وصل الايجار. ايوه تمام. طب ايه المشكله يعني؟ هو يعني انا ايه واقف في الدور دلوقتي. لا هو هو عايز يطلعك من الشقه يعني ولا ايه؟ لا لا هو ما عرفش هو المصادير ومش تمام يعني. طب طيب. في عقد الاول في عقد ايجار بينكم؟ كان في عقد في الاول عقد. في عقد انا كنت كاتبه واخد عقدك من 30 سنه لان هو كان عامل لي توكيل عام وكده. ايوه انا 30 سنه في الشقه بتاعته. تمام. ومش يعني عايز يديك ايصالات ايجار دلوقتي؟ لا مش يديك بس قرار طيب. باسمي والغاز وكل. طيب يعني وارد ان هو يروح يضيع في المحكمه ال انت حضرتك مش قانوني قلت له. بص اقول لحضرتك حاجه، هو هو هنا في نظر القانون مستاجر وفي علاقه ايجاريه بينه وبين اخوه اللي محرر عقد ايجار. ايوه القانون ترك للمستاجر انه يثبت العلاقه الايجاريه بكل طرق الاثبات. بمعنى أي. يعني ايه بكل طرق الاثبات؟ افرض انا ما معيش عقد الايجار اللي يثبت ان انا مستاجر. ايوه ايصال الايجار يثبت ان في علاقه ايجاريه. ايصال الكهرباء حيازتي للمكان الى ان يجرى من اجراءات عشان تثبت ان انا مستاجر لهذه الشقه. يعني شهاده الشهود طريق من طرق الاثبات. المهم المستاجر القانون اداله مرونه انه يثبت ان هو مستاجر حتى لو معاهوش ايصالات. فكون ان هو اخوه مش عايز ياخد منه الايجار هيعمل انذار اسمه انذار عرض اجره. انذار عرض اجره الاجره المتاخره يودعها في خزانه المحكمه اللي في دايرتها الشقه المستاجره او العقار اللي كان به الشقه. واصل هذا الانذار لما يسترده من المحضرين بعد ما يودع الفلوس يعتبر هو ده ايصاله بسداد الاجره. ايوه يحتفظ بيه تحسبا لو اخوه في اي وقت من الاوقات يقول له اطرد اطلع بره الشقه لعدم سداد الاجره، لا انا مسدد الاجره بموجب هذه الانذارات اللي انا اودعت بيها الاجره في المحكمه. استاذ عمر تمام كده يعني سياده المستشار وضح لك هتعمل ايه وكده يعني انت في الامان ما تقلقش ان شاء الله. شكرا لاتصالك. هرجع ليك يا فندم واقول لحضرتك النهارده ابتدى التحقيق معايا في النيابه. وابتدى السيد وكيل النيابه يحقق في القضيه التي امامه. أو المحضر الذي أمامه ورأى أني مدان. أول إجراء للحفاظ على سير القضية بيقوم السيد وكيل النيابة بحبس المتهم زي ما بنشوف في الأفلام أربع أيام أربع أيام على ذمة التحقيق. نعم وأحيانا 15 يوم بس في جرائم نوع معين. القريب والداني يعرف كلمة أربع أيام على ذمة التحقيق. نعم ولكن امتى بيديني الاربع ايام دي وامتى بيمد هذه المده وهذه المده تصل الى فين؟ يعني اخر مده ليها سلطه النيابه بتكون قد ايه في هذا الحبس؟ هنتكلم بصراحه يعني ايه بصراحه اسرار شغلنا هنقول. اما احنا عايزين نطلع الاسرار عشان الناس عشان تبقى الناس تستفيد. معلش بقى بص البلاغ طبعا لما بيروح النيابه وكيل النيابة أو المحقق بيتولى التحقيق في البلاغ بيشوفه زي ما قلت لحضرتك في البداية. البلاغ ده بيشكل جنحة ولا جناية. وإيه الفرق بين الجنحة والجناية؟ الجنحة اللي عقوبتها الحبس، أما الجناية فعقوبتها السجن والسجن المشدد والمؤبد وتصل للإعدام في بعض الجرائم. فهو بيشوف الواقع المبلغ بيده هيفتح فيها تحقيق على أساس إنها جنحة ولا جناية. بنسبة كبيرة جدا إذا كان البلاغ أنا بتكلم بقى إيه بالبلدي مش قانون أهو. إذا كان البلاغ يشكل جنحة تكييف وجنحة زي جنحة الشيك، جنحة الضرب، جنحة إيصال الأمانة، جنحة إتلاف، تمام، بنسبة كبيرة جدا ما بيحبس المتهم احتياطي. تمام ده لو فرض أيوه إنه بيتعرض صحبة البلاغ. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا بلغت عن زيد من الناس وزيد ده موجود في الاسم فقاموا عرضوه بالمحضر على النيابة على إنه مشكو في حقه على إن أنا اتهمته أو إن أنا بلغت فيه. فبتعرض بهذا البلاغ. البلاغ ده يشكل ايه؟ هل جنحة شيك، جنحة ايصال امانة، جنحة ضرب، جنحة اتلاف؟ دي الجنح البسيطة اللي لو اتعرض بها المتهم على النيابة غالبا هو بيخلى سبيله ما بتحبس حتى الاربع ايام على ذمة القضية. يعني لازم برضو ناس تعرف مش معنى ان راح النيابة قالت له روح القضية خلص، لا هو على ذمة القضية. ما هو في ناس بيهمل. ايوه يعني اتعرض على النيابة يقول لك النيابة خرجتني وبينسى بقى ان في قضية وفي محضر وفي بلاغ، ويفاجئ بعد فترة ان صدر حكم غيابي هو لا يعلم عنه شيء، وهنتكلم في الجزئية دي بعدين. لكن انا بتكلم وبنصح ان اللي بيعرض على النيابة كمتهم في قضية او مشكو في حقه ولسه ما اصبحش متهم. أيوه. النيابة هي اللي بتوجه الاتهام. أيوه. كمشكو في حقه اتعرض
ببلاغ، والنيابة أخلت سبيله خلاص بيبقى على ذمة القضية، وعليه أنه هو بقى يوكل قانوني أو محامي عشان يتابع له هذه القضية بدل ما يصدم ويلاقي حكم غيابي أو اتحركت الدعوة في غيبته. دي لو جنح. تمام. الأربع أيام اللي احنا بنسمعها على طول دي ده غالبا في الاتهام في جناية. سواء كانت بقى جناية مثلا مخدرات، أيا كان نوع من أنواع المخدرات، سرقة بالإكراه، جرائم القتل، جرائم النفس بصفة عامة، شروع في القتل والقتل العمد والقتل المقترن بسبق إصرار وترصد وضرب الأفضى إلى موت، دي نوعية جرائم بيسموها جنايات. العقوبة فيها كبيرة جدا غالبا وبنسبة كبيرة جدا طبعا بعد ما النيابة بتحقق مع المتهم سين جيم سين جيم اسمه استجواب تحقيقات نيابة، بتيجي في نهاية التحقيق توجه له الاتهام، أنت متهم بقتل فلان الفلان، في شروع في قتل فلان الفلان، أنت متهم بالإتجار في المخدرات، أنت متهم بالسرقة بالإكراه. يبقى كده النيابة وجهت له الاتهام. الاتهام. في نهاية التحقيقات الأولية ده بيسموه التحقيق الابتدائي اللي هو أول التحقيق الابتدائي اللي هو بتتلقف فيه النيابة المتهم هو جاي صحبة البلاغ أو جاي مقبوض عليه في صحبة حرس القسم مثلا عشان تفتح معاه تحقيق. هي هنا بتناقشه وبتستجوبه في الآخر، لو وجهت له اتهام ويشكل جناية هياخد الأربع أيام بنسبة 99%. وبرضو يعني هنتكلم فيها بالنسبة للحبس الاحتياطي يا أستاذ هاني بعد إذنك. برضو لما بتحبس المتهم احتياطي على ذمة أي قضية مش معنى كده أن التهمة لبسته، مش معنى كده أن التهمة خلاص ثابتة عليه، ولكن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية هو إجراء من إجراءات التحقيق. يعني في ناس بتعتقد ان المتهم طول ما هو محبوس احتياطي وعمال يتجدد له في حبسه الاحتياطي ان كده التهمه ثابته عليه، لا ده في ناس بتتحبس 6 اشهر احتياطي وبتحبس سنه احتياطي وبعد كده باخد براءه. طب وبعد كده يخلى سبيله وتتحفظ الاوراق. طب هل هو دوت حضرتك من اجراء التحقيق؟ نعم. ولا دوت من اوامر التحقيق؟ لا هو بص لان هنا هفرق بين اجراء التحقيق طبعًا. انا بجري التحقيق طبعًا. وهنا امر من اوامر التحقيق اللي انا حبسه احتياطي للحفاظ على القضيه، لانه لو خرج ممكن يغير في استدلالات القضيه، برافو ممكن عليك. ان هو يعمل اي حاجه بره يخلي القضيه تتشوه. برافو عليك. فمن هنا الحبس الاحتياطي بيكون يعني من جانب وكيل النيابه او جهه الاستدلال او جهه التحقيق، ده للحفاظ على القضيه من ان يكون هناك في بعض الاشياء. اذا فهو اجراء. اذا هو اجراء وليس من اوامر. أيوه. بص هو الاتهام لما بتوجهه النيابه وبتحبس بناء على هذا الاتهام حبس احتياطي هو اجراء من اجراءات التحقيق، لان النيابه بعد ما بتحقق مع المتهم وتوجه له في نهاية التحقيق الابتدائي معاه التهم المنسوبة إليه بتدي قرارات. النيابة بتدي قرارات. على سبيل المثال تقول لك مثلا إيه تحريات المباحث عن ظروف الواقعة وملابستها، طلب النيابة كده سؤال الضابط محرر الواقع محضر الواقعة. ماشي. تمام. استدعاء كل من ومن 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 عشان نسألهم في الواقع. يقولك دي أوامر. أي. أوامر نيابة. أي. التحفظ على السيارة الفلانية والاستعلام عن مالكها إن كان في حاجة متعلقة بسيارة. تمام. يعني بتدي عدة أوامر. هذه الأوامر اللي بتأمرها بيها النيابة هي لصالح التحقيق. أي. بترى هنا سلطة التحقيق تحبس المتهم. أي. خاشية أنه يؤثر على إجراءات التحقيق بتاعت النيابة. فالحبس الأولي بيبقى 4 أيام وبتتوالى بعد كده عملية الحبس بعرض أوراقه على القاضي معارضات وبعد كده غرفة مشورة وبعد يعني ليها إجراءات كده الحبس الاحتياطي كله لمصلحة التحقيق. وقد يرى أي قاضي ينظر أوراق القضية أن المتهم لا يستأهل أنه هو يحبسه احتياطي ويخلي سبيله على ذمة القضية. مع العلم برضو أنا لسه لما بقول لحضرتك دلوقتي أنا هتحبس على ذمة قضية مش معنى أن أنا مدان وثبت علي التهم. وكذلك من يخلى سبيله على ذمة قضية مش معناه أنه بريء من التهم. أي. وإنما ارتأت سلطة التحقيق أو ارتأى القاضي اللي نظر أوراقه أن يخلي سبيله لحين الانتهاء من أوراق القضية، وبعد كده لما يحل المحاكمة ممكن ياخد أشد العقاب. تمام. طيب هناخد محمد من الشرقية ونرجع لحضرتك تاني. أستاذ محمد من الشرقية تفضل يا فندم. أستاذ محمد. أيوه. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي مشكله بالنسبه للميراث. بالنسبه ليه؟ بالنسبه لمين؟ عندي مشكله بالنسبه للميراث.
للميراث؟ يعني ربنا يخلي الرئيس السيسي قال لك اللي عنده ميراث وعنده املاك في البيوت. تمام، وطي بس التلفزيون وخليك معانا اتفضل. املاك يعني الورث، يعني اخواتي ورثه مع بعض. تمام اخواتي. تمام اخواتي ورثه مع بعض، ومعايا الاحكام بتاعه البيت، عيله شحات. طب المشكله فين؟ السؤال فين؟ اخوات مع بعض، اخوات مع بعض. طيب تمام. في واحده منهم اسمها فاطمه الشحات. طب اقفل التلفزيون وكلمنا من التليفون. طيب طيب الو. طب اتصل. طيب راح الاتصال. طيب طب الاسماء اللي بيقولها طبعا دي بتبقى على مسؤوليه المتصل وعهدته، على عهده الراوي يعني. طيب شكرا ليك يا فندم. هرجع لحضرتك تاني، وقلنا ان الحبس الاحتياطي وهو بيكون 4 ايام، بيكون 15 يوم وممكن يستمر 45 يوم. سلطة وكيل النيابة لغاية فين يدي حبس؟ قد ايه؟ وقاضي المعارضات، ما الفرق بين وكيل النيابة وقاضي المعارضات؟ بص اقول لك حاجة، سلطة النيابة في الامر بالحبس احتياطي هي في التحقيق الابتدائي تكون 4 ايام على ذمة القضية، وبيراعى التجديد له في الميعاد زي ما بنسمع. بيبقى في اليوم الثالث من الـ4 ايام قرار النيابة بيعرض اوراق المتهم والقضية على قاضي اسمه قاضي معارضات او قاضي جزئي. أي. امام محكمة جزئية. يعني بعد الـ4 ايام بتاعت النيابة بيبقى ورقه بعد كده بتعرض على قضاة، على قضاة رؤساء محكمة، محكمة جنح وغرفة مشورة. لما بيعرض الورق على هذا القاضي، القاضي هو اللي بيقدر وبيشوف. وهو قرار على فكرة إخلاء سبيل المتهم من عدم القضية أو عدم إخلاء سبيله، هو قرار وليس حكم في القضية. أيوه. هو قرار القاضي. النيابة في بعض القضايا، في بعض القضايا بعض الاتهامات بتبقى سلطتها مش 4 ايام بس، ممكن 15 يوم، كما في جرائم المال العام. أيوه. ما تكون قضية أموال عامة ممكن النيابة تحبس 15 يوم على ذمة التحقيق. تمام. في البداية. ولكن معظم الاتهامات أو معظم الجرائم الحبس سلطة النيابة 4 أيام. بعد الـ4 أيام أو اليوم الثالث من الـ4 أيام بتعرض أوراق المتهم على قاضي جزئي لينظر في أمر تجديد حبس المتهم من عدم، من عدم. سلطته 15 يوم. 15 يوم اللي هو القاضي الجزئي. أيوه. ممكن يدي أسبوع، يبقى ليه أسبوع تاني. ما هي وجهة نظره عشان يدي. أيوه. قرار بإخلاء السبيل أو أيوه. بحبس المتهم. اداله 15 يوم، بتعرض بعد ال 15 يوم الورق على قاضي جزئي برضه، سلطته برضه 15 يوم. المهم حبس الاحتياطي 45 يوم. 45 يوم تبقى القانون بيبقوا على ثلاث مرات، 15 15 15 امام القاضي الجزئي او قاضي المعارضات في المحكمه الجزئيه. هتحبس ال 45 يوم وراء القاضي انه مش هيخلي سبيل المتهم، ان مش عايز يدي قرار بيخلق سبيل المتهم. لقى ظروف التحقيق كده ما اقتنعش ان يخلي سبيله فحبسه. انتهت سلطه المحكمه الجزئيه او قاضي المعارضات في حبس المتهم اللي هم ال 45 يوم الاولانيين، 15 في 15 في 15. تمام. بينتقل بعد كده اوراق المتهم للعرض على ما يسمى غرفه مشوره، وهي دايره جنح او دايره مدني كلي، محكمه كليه، عشان تنظر برضو في أمر حبس المتهم احتياطيا أو الاستمرار في حبسه احتياطيا على ذمة القضية أو إخلاء سبيله. اللي أنا عايز أقوله أن أثناء فترة الحبس الاحتياطي من حق المتهم طول ما هو بيتحبس بأمر المحكمة، القاضي اللي بينظر إجراءات الحبس وبيحبسه، من حقه أنه يطعن أو يستأنف أو يتظلم في امر حبسه احتياطي. طيب هنروح لها، بس هناخد ندى من القليوبيه ونرجع لحضرتك تاني. استاذه ندى من القليوبيه اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا كان لي استشاره بس، وارجو ان الاسره دي تجيني فيها. اتفضلي يا فندم. طيب. سؤال حضرتك. طيب انا كان عندي قضيه نفقه لاولادي، نفقه اطفال، واخدت فيها فعلا حكم، المفروض حكم من سنه، من ساعه ما الاب امتنع عن ان هو من تاريخ الامتناع، خدت حكم بالنفقه من تاريخ امتناعه عن الانفاق. ايوه بالظبط.
تمام. يعني هي داخله في سنه دلوقتي، فانا هو مش بينفق وانا اتحكملي بالسنه دي. تمام. اوكي، عندي مشكله كبيره. مش عارفه اتنفس. اتفضلي. الاب مسافر مش في مصر، في السعوديه. هو بيشتغل ايه يا فندم؟ بيشتغل ايه؟ هو شغال محاسب في بنك بره. هو حاليا خارج البلاد؟ هو دلوقتي في السعوديه، ولانه شغله اصلا في السعوديه. تمام. انا مش قادره انفذ عليه عشان هو بره، وقالوا لي الموضوع بياخد. طب رحت سالت، قالوا لي، قلت طب يروح يحجز على اي حاجه تخصه هنا في بلده، سواء اهله او حتى هو، قال لا عشان ده دين شخصي. المفروض هنا بيكون التصرف ازاي؟ طب هو هو ملوش دين شخصي هنا؟ ملوش حاجه ملكيه خاصه هنا بتاعته هو؟ ملوش غير بيت اللي هو بيت باباهم، انت فاهم، اللي هو الورثه ليه نصيب فيه، ليه جزء فيه، بس ده اللي انا اعرفه عنه هنا. طيب انت دلوقتي في متجمد نفقه ليكي؟ يعني ليكي مبلغ متجمد؟ ايوه يا استاذ. تمام. رفعتي دعوه حبس؟ رفعنا دعوه حبس. خدتي حكم حبس؟ ايوه، بس هنفذ فين؟ ما هو فين هو؟ جميل. هو الاخ ده طبعا ممكن تنفذ الحكم بره في السعوديه وصيغه تنفيذيه ومشوار كبير. عن طريق الانتربول بقى. غير الانتربول. لا، الانتربول ده جنائي يعني. أيوة. بنتكلم دلوقتي في حكم عليه. بس يا استاذ، قالوا لي ان الكلام ده بياخد وقت، واكيد حضرتك فاهم انه من ساعه ما امتنع انا اللي قمت بكل حاجه، انا المتكفله بكل حاجه، بتاعه المحاميه والقضيه، انا مش عايزه اتدخلها في قصه سخيفه. بس طيب انا بس كل كلامي، انا الموضوع ده ياخد وقت قد ايه؟ ولو هياخد وقت وتكاليف، ايه الجهه اللي انا الجا لها تقدر تلحقني وتنقذني وتحللي الموضوع ده بسرعه بالشكل اللي هي تشوفه، ويبقى شكل قانوني برضه؟ تمام. بس حاضر هنجاوبك. حاضر يا فندم. سؤالي ارجوك تفيدني. حاضر يا فندم. حاضر يا استاذ زناده، شكرا لاتصالك يا فندم. هو طبعا موضوع التنفيذ الاحكام الخاصه بالنفقه دي بتبقى من الحاجات المشكله. تنفيذ الاحكام النفقه وغير النفقه. ومش خارج مصر، ده مصر كمان فيها مشكله. لا، احنا بنتكلم بس على الحاجات اللي هي بتخص محاكم الاسره، يعني دي نفقه اطفال، وطبعا اكيد هي ملهاش عائل خارجي، ولكن برضو يعني برضو عايزين نوضح اللي ممكن بيبقى فيها، بس هي مشكلة شوية أو هتاخد وقت شوية. بنك ناصر الاجتماعي اللي هي ممكن تلجأ إليه برضو، إنه بيساعد في الحاجات دي في النفقات. هو بنك ناصر ممكن نفذ لها الحكم لو هو عمل حر. أيوة. يعني ملوش وظيفة، ملوش مكان، ساعتها بتتقدم بالأوراق اللي يطلبها بنك ناصر. وأحيانا بنك ناصر ما بيديلهاش كل الحكم، يعني لا بيدي جزء. بالظبط. هي دلوقتي الاخ اللي هو موجود بره ده، هي تعلنه بالحكم بالطريق الدبلوماسي. أيوة. على مكان عمله هناك ان كانت تعرفه. أيوة. ربما يعني لما يوصل له هناك الحكم. ولو لجأت، انا يعني برضو لو لجأت لمحامي هناك في البلد دي وتبعتت له الصيغه التنفيذيه بتاعت حكم النفقه، ممكن هو ينفذه هناك. طيب ان حل الابسط انها ممكن دلوقتي واخده حكم حبس عليه بدعوى متجمد نفقه. أيوة. تعمل له ترقب وصول، والحكم ده ينزل على الكمبيوتر، البيه هيجي هيجي. أيوة. فوقت ما يجي تنزل اجازه ولا حاجه، حكم نفقه يعني دفع يا الحبس. بس يجي في اجازه، في هيطلع له على طول حكم من المطار، هيتاخد على طول. حلها لك يا سياده المستشار، ان شاء الله خير باذن الله، وربنا ييسر الامور. سياده المستشار، ناخد فاصل ونرجع لحضرتك تاني بعد قليل. فضل. طيب اعزائي المشاهدين، فاصل قليل ونرجع اليكم تاني. خليكم معانا، استعدوا للي جاي في حاجات مهمه جدا. سياده المستشار هنحضر لكم حاجات كتيره جدا هتفيدكم، واي سؤال احنا موجودين خلال هذه الحلقه. خليكم معانا ولا تروحوا في اي حته. مستشارك القانوني، قناه الصحه والجمال. فاصل قصير ثم نعود اليكم بعد قليل. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين وبرنامج مستشارك القانوني، وبيشرفني يكون معايا المستشار مؤمن العقيلي المحامي بالنقد. اتكلمنا قبل الفاصل في اجراءات التحقيق وسلطه النيابه والحبس الاحتياطي. عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا قبل ما نختم حلقتنا، وهنروح بيها لسياده المستشار ونقول له دلوقتي انا اجراءات التحقيق خلصت، المحاكمه بتكون ازاي؟ في دقيقه تقولها لي. النيابه كسلطه التحقيق انتهت من التحقيقات، ورأت انها تعمل مذكره باحاله المتهم للمحاكمه الجنائيه. خلاص، سيد المستشار المحامي العام بيعد قرار الاحاله. يعني ايه قرار الاحاله؟ يعني الاتهامات بتاعت التهم اللي ارتكبها هذا المتهم، وتحل المحاكمه، بتحدد له دايره قدام قضاه محترمين،
وبتنظر أمر محاكمته. المحاكمة دي طبعا فيها وسائل كتير للدفاع أنه يدافع عن هذا المتهم كيفما شاء. ممكن يبقى ليه هذا الدفاع طلبات يبديها لتحقيق العدالة ومحاكمة المتهم محاكمة عادلة. في حالة بقى الانتهاء من هذه القضية بصدور حكم بالبراءة على المتهم يبقى انتهت القضية. طب لو حكم بالإدانة، من حق المتهم اللي صدر ضده الحكم ده يطعن عليه بطريقة طعن بالنقض. النقض ده هو صحيح حكم الطعن بالنقض أو طريقة طعن بالنقض لا يوقف تنفيذ العقوبة وبينفذ العقوبة بعد الحكم عليه طالما أصبحت نهائية، وبكده أصبحت نهائية. ولكن الطعن بالنقض هو آخر طريق لطرق الطعن في الأحكام. بيطعن بالنقض، وهذا النقض بياخد دوره وبياخد وقته إلى أن تحدد له جلسة. ممكن يكون محبوس على ذمة القضية وبينفذ بينفذ العقوبة اللي صدرت من المحكمة. هنتكلم كده في الجنايات يعني. أيوه. في القضايا الكبيرة. القضايا الكبيرة بينفذ، وممكن برضه في الجنح يصدر عليه حكم 3 سنين في جنحة أو سنتين بينفذه، وعايز يعمل نقض في هذا الحكم يعمل نقض محبوس لغاية والنقض شغال، يعمل النقض وتحدد النقض جلسة، ومحكمة النقض بتنظر هذا بقى عما إذا كان تقبل هذا النقض موضوعا. ويعني إيه تقبل النقض موضوعا؟ يعني يتلغي الحكم اللي صدر عليه اللي هتلاقيه قضى منه جزء نفذ منه جزء وتعيد محاكمته مرة تاني. بتبحث محكمة النقض في الموضوع من محكمة النقض تبقى للتعديلات لما بتنقض حكم وتقول هذا الحكم مقبول النقض موضوعيا ممكن بعد كده تحدد جلسة لنظر موضوع هذه القضية وتعيد محاكمة المتهم مرة أخرى بدفاع جديد وإجراءات جديدة إجراءات محاكمة جديدة، ومحكمة النقض هي اللي بتفصل في موضوع القضية بالبراءة أو الإدانة أو بتخفيف العقوبة لو رأيت. طبعا الوقت انتهى وما عرفناش ناخد من حضرتك الا حاجات معلومات بسيطه جدا، ده بيخلينا ان احنا بناخد من حضرتك وعد ان انت تكون معانا ان شاء الله في حلقات اخرى من برنامج مستشارك القانوني للاستفاده بمعلومات حضرتك الغزيره في الاجراءات المحاكمه الجنائيه وكيفيه التحقيق وسير العداله، حاجات مهمه جدا المواطن اكيد بيبقى عاوز يعرفها. طبعا. عاوز يفهم رايح فين وجاي منين، لو حد قريبه أو حد عنده ممكن بمعلومة من اللي بياخدها من حضرتك في برنامجنا ممكن طبعا. بيحاول إن هو يديله المعلومة اللي سمعها مننا النهاردة. بشكر حضرتك. الله يخليك. وعلى أمل وعد أنك تكون معنا إن شاء الله في حلقات أخرى إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة من برنامج مستشارك القانوني لا يسعني أن أتقدم بالشكر للسيد المستشار مؤمن العقيلي المحامي بالنقض، ويا رب تكون حلقة النهاردة قدرنا ندور ونتحاور في حاجات مهمة جدا تهم السيد المواطن وإجراءات الجنائية وإجراءات التحقيق وإزاي اللي هو محبوس على ذمة التحقيق، كل الحاجات دي مهمة جدا لازم يعرفها. وما تخافش لو جالك حاجة من النيابة، روح وما تتكل على الله وما تقلقش، إن شاء الله تسأل في برنامج مستشارك القانوني واحنا هنجيبك على هنجاوبك على كل الأسئلة اللي انت حاول تسأل فيها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وعلى أمل وعد أن نتجدد اللقاء معكم في برنامج مستشارك القانوني. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.